مع تزايد وتيرة الحياة وتغير نمط العيش، قد تنهمك بأعمالك اليومية التي قد تلهيك عن متابعة ورعاية صحتك. مستشفى رعاية الحياة تقدم لك برنامج الصفوة للرعاية الطبية، فمن خلال هذا البرنامج سيتسنى لك القيام بكل الفحوصات المناسبة لسنك ولنمط حياتك في خلال يوم واحد في مستشفى رعاية الحياة. ما عليك إلى الاتصال على منسقة البرنامج أو زيارة صفحتنا الإلكترونية والتسجيل لهذا البرنامج. منسقة البرنامج ستقوم بتنسيق المواعيد والفحوصات مع أطباء المستشفى والتحضير لاستقبالك باليوم الذي حددته. عند وصولك إلى المستشفى ستكون منسقة البرنامج باستقبالك في بهو المستشفى ومرافقتك إلى جناحك الخاص، ثم تقوم بشرح البرنامج لك وتحديد كل موعد وفحص طبي. تبدأ الزيارات بزيارة استشارية الباطنية لأخذ التاريخ العائلي ونبذة عن صحتك والعادات والسلوكيات المتبعة. بعدها نقوم بعمل الفحوصات المخبرية وأخذ العينات، ثم تقوم استشارية الباطنية بالفحوصات اللازمة ومراقبة ضغط الدم. الآن يمكنك تناول وجبة الفطور الصحية. زيارة أخصائية التغذية لتضع البرنامج الغذائي الذي يتناسب مع سنك ونمط حياتك. يقوم استشاري الجهاز الهضمي بزيارتك، ومن خلال الزيارة سيحدد لك موعد المنظار لمن هم فوق 50. بعدها ستقوم بزيارة عيادة الأسنان المصممة خصيصا للذواق لتنظيف الأسنان وعمل أشعة البانوراما مع إعطاء التوصيات اللازمة. تفضل الآن بتناول وجبة الغداء الشهية. بعد أن أخذت قسطا من الراحة، يمكنك من خلالها الاستمتاع بالخدمات الموجودة بالإضافة إلى قنوات رعاية الحياة الطبية. الآن ستتوجه إلى مركز الأشعة والتصوير لعمل الفحوصات في مركز جهز بأحدث الأجهزة والتقنيات. مركز كوزميسورج هو من أهم مراكز التجميل في الكويت، والذي أثبت نجاحه من خلال الخبرات والتقنيات الموجودة. في هذا المركز ستقوم بإجراء فحص شامل للعيون وجلسة لتنظيف البشرة على أيدي خبيرة. سيقوم استشاري القلب بزيارتك بعد أن أخذت قسطا من الراحة للإطمئنان على صحة قلبك وضغط الدم، ثم يتم تهيئتك لإجراء المنظار بعد أن قررت أن تكمل الفحوصات كلها أثناء إقامتك في المستشفى. هذا الفحص يتم بأحدث الأجهزة الطبية وتحت تأثير المخدر الواعي دون الشعور بأي ألم أثناء أو بعد الانتهاء من منظار الكولون. لقد أخذنا من وقتك الثمين يوما واحدا فقط تم خلاله الاطمئنان على صحتك ووضع حلول وتوصيات للعناية والمحافظة على صحتك واكتشاف أي عوامل خطورة لا سمح الله لنتمكن من علاجها سريعاً.